تنسوا تشتركوا بالقناة قبل ما يبلش الفيديو. مرحبا شباب، اليوم حنصنع بلبو كتير قوي، بلبو كتير أسطوري، هو تطور الشجاع المتقد ونزل على سبيس توم ببلبو البرست إيفولوشن، هو الشجاع البارق، هو يعني نفس ليار الشجاع المتقد بس حاطط له قطعة وبصير الجاتشي بحديد والأجنحة، مو هو بيعمل نابض ارتداد والجنفة بصير هون واحد وهنا واحد، فهون ثبتهم بالمطاط لأنه يمكن أحسن طريقة، وصار الهجوم تبعه قوي وفيه مطاط فيمكن يمتص طاقمه، بعرف شو حيصير. والديسك تبعه نفس الديسك الشجاع المتقد 6 مع الفريم فورتكس، والدرايفر حاليا بسبيس تون حاطين درايفر الشجاع المتقد العادي، بس هذا لما يتطور حيصير هيك من هون مطاط وحيصير احلى، بس وحيصير من هون ازرق، فححط الازرق لانه يعني نفس القوة بس غير لون مشان وقت يتطور وحلو. فيلا هذا هو بلبل الشجاع البارق، شكله حيكون قوي بالنزالات. فحواجهها ضد 3 بلابل، واحد اللي هو الاسطوري، 2 وحش الظلام، 3 توين نمسيس، بس ما ححط له درايفر الشجاع المتقد. طبعا هو بالانمي بيجي بدرايفر المنجا الجارح، بس انا ما عندي درايفر المنجا الجارح الاصلي، عندي هذا جاي من النيو بوي، بس ححطه مع توين نمسيس. حننزله ضد هدول 3 بلابل، حنشوف عمين حيفوز وعمين حيخسر. ضلوا معنا مشان تشوفوا احداث النزالات. الجولة الاولى حتكون ضد توين نمسيس، يلا 3 2 1 جو. كأنه الشجاع البارق حيفوز، كنت حقول المتقن بس هو الشجاع البارق هلا، و نقطة الشجاع البارق و طاروا كل المطاطات. الجولة الثانية يلا 3 2 1 جو شوت جو. صار شكله مثل شجاع التربو لانه مو شجاع التربو فيه ستيكرات صفر، صار المطاط هيك الاثنين ضيعوا طاقتهم بس نقطة لتوين نمسيس، تعادل. الجولة الثالثة يلا 3 2 1 جو شوت جو شوت، يلا نشوف مين حيفوز، بس المرة يا رب ما طاد دبل بيرست، فخلص تعادل. هلا حنبدا بالجوله الاولى ضد وحش الظلام، يلا 3 2 1 جو شوت جو شوت. بيرست فينيش من وحش الظلام، غريب كتير يعني، شايفين هلا هالدواليب وهالنعومه حتعمل بيرست. هنعمل جولة إضافية لأنه حسيت الشجاع انظلم، فيلا 3 2 1 جو شوت جو شوت. طاشي بس ما بعرف شو، يا رب ما يكون كسر شي. فيلا مين حيفوز؟ والفائز هو وحش الظلام، حتى مع الجولة الإضافية وحش الظلام فاز. فهلأ حنازله ضد الهيب الأسطوري بالجولة الأولى، يعني هلأ هو دوران يساري، وبالجولة الثانية حنحطه دوران يميني ونشوف الفرق. يلا 3 2 1 جو شوت جو شوت. يلا شو دعم يهاجم، لحظة احتمال الشجاع يمتص طاقة انه عليه مطاط واللي هي دوران يساري، توقعت ونقطة للشجاع البارق. اوكي هلا حنحط اللهيب الاسطوري بالدوران اليساري، ولانه هلا احنا حاطينها عم ننزله بهي الطلاقة وهي الطلاقة فيها فحنحطه فيها، بس ما بعرف اذا زبط ولا لا. اوكي يلا زبط. الجولة الثانية يلا 3 2 1 جو شوت جو شوت. يلا
رصاص طاقة، واللهيب الأسطوري عمل بيرست للشجاع المتقل. اوكي، فمثل ما شفنا انه بلبل الشجاع البارق اللي صنعته بلبل ضعيف تعادل مع توين نمسيس وخسر ضد اللهيب الأسطوري وحش الظلام ببيرست فينيش، فتوقعته يكون اقوى. فهلأ حنقيم المطاط مشان خليه يرجع الشجاع المتقد بنابض الهجوم، ونحط له درايفر الحقيقي. هن نفس درايفر بس غير لون. هنخليه الشجاع المتقد، لانه لما يكون الشجاع المتقد حيكون اقوى، بس من تكارا تومي الشجاع البارق اقوى. هيك خلصنا الفيديو، نكون خلصنا الفيديو. ما تنسوا تحطوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة اذا عجبكم الفيديو، واكتبوا لي تحت بالتعليقات شو رأيكم بلبل الشجاع البارق اللي صنعته. ويلا مع السلامة. وقبل ما نخلص الفيديو بيقول انه شكرا كتير على الدعم لكم يا اساطير. بالفترة الاخيرة كان الدعم كتير كتير اسطوري، فعن جد شكرا من كل قلبي، ومع السلامة للمرة الثانية.